فبعد أن كرست الميليشيات نفوذها من بوابة الإرهاب، يبدو أن عودة ورقة داعش تطرح تساؤلات حول الجهة المستفيدة، ولعل هذه الورقة تظهر بين الحين والآخر لتكون علة وجود السلاح المذهبي المتفلت أو المنضبط وزناده في طهران وفق مراقبين. وقبل الدخول في أبعاد هذا الملف وفي تطورات الخبرية، بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش في محافظة ديالى، التي شهدت قبل يومين هجوما عنيفا للتنظيم أوقع 11 قتيلا في صفوف الجيش. العملية انطلقت بمشاركة قوات خاصة من الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، وبإسناد مروحيات عسكرية من 4 محاور لملاحقة فلول داعش في ناحية العظيم في المحافظة. من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي مواصلة العمل على تحصين المقرات العسكرية لتفادي الهجمات التي تشنها الخلايا الإرهابية. في المقابل، أكد جهاز مكافحة الإرهاب جاهزيته لمواجهة أي خطر، مشيرا إلى أن محاولة العدو تهويل الأخبار المفبركة ما هي إلا رسائل نفسية سعيا للحصول على موطئ قدم له من جديد. وشدد على أن العراق سيهزم الإرهاب خلال الأيام المقبلة. وفي مقابل هجمات داعش في العراق، تتواصل الاشتباكات اليوم لليوم الرابع بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم في حي غويران الموازي أو المحاذي لسجن الصناعة الذي اقتحمه داعش في محاولة لتهريب آلاف السجناء من عناصره، وهذا في الحسكة في سوريا. مراسل الحدث أشار إلى تحليق طائرات F-16 في الأجواء، فيما أعلن التحالف الدولي تنفيذ سلسلة ضربات، وأكد أنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه وعن القوات الشريكة ضد أي تهديد، وسيواصل بذل كل الجهود لحماية تلك القوات. وأشار التحالف إلى أن محاولة عناصر داعش الأخيرة الهروب لن تشكل تهديدا كبيرا للعراق أو المنطقة، وأنه يحلل الوضع لتحديد ما إذا كان التنظيم يخطط لأي هجمات مستقبلية على مرافق الاحتجاز في سوريا أو في العراق. من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها بشكل كامل على ما وصفته بالوضع الاستثنائي في مدينة الحسكة، وأنها في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المسلحين الذين هاجموا السجن، مشيرة إلى أنه ليس بإمكان عناصر داعش المتبقين داخل أسوار السجن الفرار الآن، وأن العشرات من المسلحين قتلوا وألقي القبض عليهم.